علامات العمر بتترسم على ملامحنا فيما يسمى بالتجاعيد اللي بتظهر مع التقدم في العمر، لكن مع الإهمال والإرهاق بيعاني البعض من ترهل الوش والرقبة، مما يحتاج طبعا استشارة طبيب متخصص ولجوء البعض للتجميل بالخيوط الألمانية. فخلونا نعرف عمر كام أقدر أستخدم الخيوط الألمانية وأهم المحاذير اللي يجب مراعاتها، وكل التساؤلات دي هنعرف إجابتها من ضيفنا الأستاذ الدكتور عمرو النجاري، أستاذ جراحة التجميل. برحب بحضرتك يا دكتور. اهلا وسهلا، ازيك يا سامح؟ عامله ايه؟ زي حضرتك يا دكتور. دكتور، في البدايه عايزك تعرفني ايه هي الخيوط دي وظهرت امتى وبتعمل ايه؟ طيب كويس ان انت كلمتيني في الخيوط، لان الخيوط دي من اهم المواضيع اللي انا الحمد لله يعني ليا باع فيها كبير قوي. الخيوط كانت فكره دكتور روسي ابتدى يعملها سنه 1993. يعني دي مش حاجه جديده. ابتدت تتطور لحد ما وصلت للجيل الثاني، والنهارده بقينا في الجيل الثالث بقالنا سنتين تقريبا. الفكره بتاعتها ان احنا ازاي نعمل نوع من رفع الجلد او تعليق الجلد في وضعه الطبيعي في الحالات اللي حصل فيها ترهل، بحاجه اسمها ليس انفيزيف، او عباره عن تعليق الخيوط دي في اماكن معينه في الوش وفي الرقبة عشان تشيل الجلد وتحطه في وضعه الطبيعي بدون ما نعمل جراحة أو نفتح أو نستخدم مشط. التطور اللي حصل في موضوع الخيوط بقى فيها تكنيكس أكتر، فيها ميثود أكتر. العمر اللي احنا نبتدي بيه طبعا هي أي إحصاءات طبية ليها exceptions، بس العمر المناسب لاستخدام الخيوط من 35 سنة ل 55 سنة. أقل من كده في الطبيعي مش هنستخدمها، واكتر من كده مش هنستخدمها لحد، لان الكلاينت ساعتها او المريضه ساعتها هتكون وصلت لمرحله من الترهل ان الخيوط مش هتفيد. طيب هل في اكسبشنز؟ ايه الاكسبشنز؟ الاكسبشنز دي ان في بنات وهم في العشرينات او في منتصف العشرينات تقريبا بيبقى كل بنت دلوقتي عايزه تحافظ على قوامها، فبتبتدي تعمل دايت او لايف ستايل، فبيحصل فقدان للوزن سريع. هنا الجلد بتاع الوش والرقبه طبعا بيعاني، وهنا بنضطر ساعتها ان احنا يعني متى نستخدم الخيوط او نستخدم حاجات بديله. لكن الطبيعي السن الصح من استخدام هذه التقنيه اللي هي الخيوط من 35 ل 55 سنه. دكتور، يعني خليني اسالك، هل الخيوط دي مع الوقت مثلا بتدوب؟ يعني بتفضل قد ايه بضطر ان انا اعيدها تاني؟ بصي، الكلام اللي حلولك ده كلام خطير جدا، لان كمان في ناس للاسف بتروح لاطباء يعني بيقولوا لهم الخيوط بتقعد 5 سنين والخيوط بتقعد 6 سنين. لا، الكلام ده مش صح خالص. الخيوط لازم نستخدم خيوط تكون الجسم بيمتصها، زي حقن الفيلر بالظبط. ده بروتين اسمه بوليلاكتيك اسيد، بنحط الخيط وبعد تقريبا سنه الخيط ده بيبقى ممتص، الجسم بيمتصه، وبعد كده الافكت بتقعد لو قعد كمان 6 شهور يبقى بنقول سنه ونص سنتين ماكسيمم. اي خيط تاني مصنوع من ماده دائمه انا ما انصحش باستخدامه نهائي. لان كده كده الايجنج بروسيس او تقدم العمر بيخلي الجلد يترهل حتى لو موجود فيه الخيط. فهنا نقول ما فيش داعي ان احنا نستخدم خيط مصنع من ماده دائمه، لان هو مع وقت هيعمل ضرر. زي زمان ما كان في حاجه اسمها الفيلر الدائم، الفيلر الدائم دلوقتي ابتدينا نشوف مشاكله بعد 10 15 سنه. فعشان كده ما تحطيش في وشك اي حاجه دائمه، لا فيلر دائم ولا خيوط دائمه ولا اي حاجه دائمه. دكتور، امتى بتنصح البيشنت او المريضه او المريض يعني ان هو محتاج خيوط او محتاج فيلرز؟ بالضبط، على حسب السن وعلى حسب درجه الترهل. يعني علميا الترهل الوجه والرقبه ليه 4 مراحل او 4 ستيجز او 4 كاتيجوريز. المرحله الاولى مش هنعمل فيها خيوط، المرحله الرابعه مش هنعمل فيها خيوط، احنا بنعمل خيوط في المرحله الثانيه والثالثه فقط، وهي ده السن تقريبا اللي انا قلت لك عليه من 35 ل 55 سنه. ودول بيبقى عندهم ترهل الجلد من الدرجه الثانيه والثالثه، وهم دول اللي بيبقوا كانديديت او هم دول اللي بيتعملوا لهم خيوط، وبتجيب نتيجه فيهم مرضيه جدا جدا جدا، وزي ما اتفقنا بتقعد على الاقل من سنه ونص لسنتين. دكتور، يعني هل في بقى حاجات معينه بتتبعها المريضه قبل ما تجي لك كده عشان تعمل خيوط للعنايه بالبشره؟ هل الكريمات ساعات بتقوم بنفس الدور اللي ممكن تقوم بيها الخيوط ولا لا صعب؟ لا طبعا لا. بصي، يعني انا هقول لحضرتك حاجه،
التقدم العمري يا بسنت ما بيبقاش في الجلد فقط. تقدم العمر ده بيبتدي ان العظم نفسه بتاع الجمجمه بيحصل له من نوع من انواع التآكل، الدهون اللي موجوده في طبقات الوش بيحصل لها نوع من التآكل او بتقل في حجمها وبيحصل لها نوع من الريزوربشن، العضلات بتاعه الوش بيحصل لها ضعف، وفي الاخر الجلد اللي هو المفروض على الاستراكشر ده كله هو اللي بيحصل له اضطراب. فمهما عملت حاجات عشان تصلح الجلد ككريمات كأجهزة كواتيفر الأسلوب اللي بيتبع، مش هيدينا ريزلت كويس. احنا ساعات كمان واحنا بنعمل الخيوط بندمج معاها نوع من أنواع تبعيم الأنسجة بالفيلرز أو بالدهون عشان نعمل الاستراكشر ده. يعني لازم أفهمك يا بسنت إن الموضوع مش موضوع خيوط بتتركب، موضوع إن أنا بعمل أسسمنت كويس للكلاينت، بشوف هي عندها فوليوم لوس، عندها جزء من الأنسجة حصل له فقد محتاجة فوليوم مع الخيوط. يعني احنا مش بنعمل التريتمنت ثابت على كل الحالات، كل حالة وليها الاساسمنت بتاعها اللي احنا في الاخر بنطلع لها البروتوكول. يعني في ناس بنعملها بوتوكس وخيوط وفيلر ودهون في نفس الحالة، انت فاهم انا قصدي ايه؟ يعني احنا بنحاول نرجع الشيب بتاعها زي ما كان. يعني اي عيانة انا مش بعمل لك حاجة عشان تخليكي واحدة تانية او تخليكي فيك، انا عايزك تبقي very natural وفي نفس الوقت تبص في المراية تحس ان رجعتي 10 سنين لورا، وهو ده الهدف بتاع الدكتور وهدف الكلاينت. يعني ما فيش حد عايز يغير شكله، لكن في حد عايز يستعيد اللوك بتاعته الطبيعية اللي كان فيها من فترة. فهي دي الاسسمنت. يعني ما ينفعش العيانة تروح للدكتور تقول له اعمل لي خيوط اعمل لي بوتوكس اعمل لي فيلرز. خلي الدكتور اولا، انت لازم تختاري الدكتور الصح، لازم تختاري الدكتور اللي عنده الكواليفيكيشنز، لان معظم الحالات بتجيلي أنا شخصياً في العيادة بتقول الخيوط وحشة. ده مش عيب الخيوط يا جماعة، ده عيب إن إحنا بنلجأ لأنواع خيوط مش مظبوطة، بنروح لأماكن طبية مش معتمدة، أطباء مش واخدين. دكتور سريعاً جداً، إيه أكتر حاجة ممكن تضر بشرة المريضة لو استخدمت خيوط يعني وحشة مش مظبوطة؟ أوحش حاجة ممكن لو استخدمت خيوط دائمة ممكن تأثر عليها بطريقة سلبية. لو استخدمت خيوط، في نوع من انواع الخيوط بيدوب بسرعه، بيقعد شهر او شهرين وبيدوب، وده بيديها، لكن ممكن يعمل لها اي نوع من انواع التشوهات على البشره او لا؟ اللي يعمل التشوه يا فندم ان انا اكون كطبيب مش عارف استخدم الخيط، لكن ان لو الخيط لايسنس ومعتمد من وزاره الصحه ودخل مصر بطريقه شرعيه وبيستخدم بطريقه صح، مش مفروض يحصل منه. فاهم حاجه نختار الطبيب متخصص في حاجه زي دي. دكتور عمرو النجاري، لازم كلك، أنا بشكر حضرتك، لازم هي تبقى عارفة نوع الخيط اللي بتركب لها، ولازم الدكتور يبقى مسؤول عن الكلام. دكتور عمرو النجاري أستاذ الجلدية والتجميل، بشكر حضرتك جدا على وجودك معنا وعلى المعلومات القيمة اللي حضرتك زودتنا بيها. الابتعاد عن التدخين والاهتمام بالفيتامينات والسوائل من أهم الأسباب اللي بتساعد على نضارة البشرة وبتقلل من التجاعيد عند تقدم العمر. بنشكر مشاهدينا على حسن المتابعة ومستنيين مشاركتكم على صفحتنا، وبتجدد اللقاء. دمتم دايما في صحة وعافية.